وصلنا كمان لفقرة كتير مهمة، وهيك من الأغراض اللي جايبينها يعني أنا وياكي كيفنا. عن جد يمكن فقرة بتهم كل السيدات اللي عندهم أطفال أو حتى الصبايا اللي بيحبوا يعملوا هوايات. رح نحكي اليوم عن كيف ممكن تتحول الخيوط لدمى. طبعا هي تقنية أو اسمها هي الإيميجرومي، رح تعرفنا عليها أكثر ضيفتنا سيدة ميساء فزع مصممة دمى. أهلا وسهلا فيكي، صباح أهلا الخير. صباح الورد. أهلا وسهلا. صباحك ميساء. يعني جايبت لنا أشياء ذكرتنا بطفولتنا. لا، بتقنية كتير عالية. خبرينا بداية عن مشروعك. تمام. هلأ أنا مشروعي فن صناعة الدمى. من زمان أنا بشتغل بالكروشيه، ومن فترة أنا شفت الدمى على النت وحبيت أني أتعلم هذا الفن. هو فن اسمه فن الأميجرومي، صناعة الدمى من الكروشيه، من الخيطان والإبرة والسنارة. فجبت الأدوات وبلشت بدمية، كانت النتيجة حلوة وحبيت الشغل، فحبيت أني أنا أتخصص بصناعة الدمى دمى الأطفال. خلينا نتعرف اكثر على مثل ما شايفين قدامك الادوات. طبعا. اذا في مجال تشرحي لنا عليهم اكثر، وشو بتختلف طبعا هي الدميه عن غيرها من انواع الدمى اللي بنشوفها موجوده. طبعا. هلا الادوات هن عباره عن الخيطان اللي هن خيطان القطن، ونستعمل السناره لحتى نشتغل فيها، هي تعتبر الاداه الاساسيه. الحشو هو الديكرون، هون معنا الديكرون بنحشي فيها اللعبه، وبندعم اللعبه بالاسلاك لحتى نحسن نحرك ايديها ورجليها. وهلا برجيكم كيف. هدول الادوات الاساسيه. بعد ما نعمل اللعبه في عنا الشعر، كمان ممكن نختار اي لون بدنا اياه، ممكن لون بني الاسود، ونعمل من الخيطان كمان حتى البس الدميه يعني. نعم. يوم صناعة هيك لعب يعني متقنة مثل ما عم نشوف على الشاشة، وبتوقع يعني كمشروع مهم بابتكار شيء جديد. صحيح. وطريقة جديدة. قديه اليوم صناعة الدمى بتاخذ معك وقت وشغل، وهل هي مكلفة بالنسبة لإلك كمان؟ تمام. هلا المادة الأساسية مثل ما حكينا هن الخيطان. نحن بنشتغل بالمجسم والشعر وبعدين الألبسة. صناعة الدمى يعني يعتبر مشروع حلو وفني، واي امراه ببيتها ممكن تشتغل لاطفالها، وفيها كثير ميزات حلوه. هلا بس ممكن تعطيني الدميه لحتى احكي لكم عن الميزات. حبيت اسال ماما. تمام. هلا هي بتتحرك ايديها ورجليها بكل سهوله بالطريقه اللي نحن بدنا اياها. الشعر فينا نسرحه، فينا نعمل منه موديلات. شعر شو هو؟ خيطان؟ كمان خيطان. بس بتختلف انواع الخيطان، يعني هلا مثل هذا شعر كيرلي مثلا انا عاملته. الشعر اللي معك ناعم حرير مثلا. في كثير انواع نحن شعر ممكن نعملها للدميه، وفي كثير ميزات حلوه. اهم شيء انه هي متينه ما بتنكسر. مثلا كل الاطفال مثلا بيجيهم العاب بلاستيك، العاب فورا ايديهم ورجليهم هي ذكرى حلوه يعني. ايه بتضل معهم طول العمر لحتى يكبروا، ممكن تضل حتى لاولادهم. انه دميه حلوه ممكن تكون بتشبههم. هلا انا بصنع الدميه كل حسب كل طفله شو بتطلب مواصفاتها، يعني هلا مثل هي الدميه بتشبه صاحبتها، شعر الكيرلي عيونها يعني لون عسلي. الدميه اللي معك بتحط نظارات فعملت لها نظارات، حتى اللباس بيشبه لباسنا يعني خصصناه تطلع بتشبهها بكل التفاصيل. حلو هذا الشيء. أيه. انه انت عم تشتغلي يعني كمان الطفل لما بيرتبط باللعبه. تمام. بيقدر حتى الام تدخل لهم معلومات وطرق. تمام. للتربيه من خلال أكيد. الالعاب. خلينا نحكي اكثر كمان عن الخامات اللي عم تستخدميها مثل ما قلتي ديكرون وهي الانواع، قديش يمكن تستغرق وقت وشغل معك؟ هلا بتاخذ الدميه صناعتها ما عدا الالبسه بين تقريبا 10 ايام وال 15 يوم. في وقت وفيها جهد وفيها دقه، حتى نحن بنشتغل بالعدد الغرز، يعني ممكن غلط صغير الدميه كلها تتغير وتختلف، ما احسن كملها ارجع بلش بوحده جديده. فكثير بده اهتمام، بده جهد، بده اتقان. يعني ما رغم هيك انه اي صبيه او بنت مثلا بتحب الشغل اليدوي ممكن تتعلمه وممكن تتقنه بعدين، يعني ما توقف عن هذا العمل لانه هو فن جديد عنا، ناس جديده عم تتعلمه وممكن نحن نمتهنه حتى. يعني وهو كمان بيساهم بانتاج يمكن صناعه جديده. أكيد هو صناعة مهمه. كمان عم شوف حاطه اكسسوار، يعني ما خلى شيء ازياء اكسسوار من كل التفاصيل. هلا انا بدايه كنت اشتغل الالبسه بالخيطان،
بعدين حبيت طور الشغل، يعني الخيطان عم يكون نوع واحد ما عم تحسني انت شكلي تمام، فحبيت ادخل طور شغلي نفوت بعالم ازياء الدمعة من القماش. فجوزي هو اصلا مصمم البسة، فكتير ساعدني انه نحن نكون هذا المشروع يكبر ويتطور لحتى يكون في شيء مميز مختلف عن الالعاب اللي بالسوق، انه نحن بنجيب لعبة واحدة مع لباس واحد متقيدين فيه مثلا. لا، هون انا ابتكرت البسة اضافية دعمك بهذا الجانب خلاك تعملي جزء اكيد لانه كمان التصميم الالبسة يعني مثل ما الكبار من فصل الالبسة بده باترون وبده شغل وبده قياسات اكيد قياسات. لو انه صغار تمام وحلاوتهم يمكن ميساء وسلمى انه دائما البلاستيك هو مادة مانا كتير صحية، يعني هلا عم نشوف القماش وبشكل يعني عن جد بيضل وما بيأذي يعني هيك تماما تماما وحتى بتنغسل يعني اي امر ان كان بتنغسل وبتنشر بتنغسل وبترجع جديدة ولا كأنه فيها شيء. خلينا نشوف كمان حورجيك الالبسة اللي انا عاملتها مثلا عنا هذا هي هون عاملة بجامة انا من القطن، في عنا كمان هون من المخمل مثلا كمان بجامة، هون عاملة جيليتة فرو مثلا للدمية حلوين كتير ايه في مثل كتير الطبيعي مثل ايه طبعا حتى في تفاصيل، يعني هلا انا مثلا جايبة اكسسوارات هلا برجيك اياها هون لحتى نزين فيهم الالبسة، يعني ما حيكون ايه في تفاصيل كتير ناعمة كتير صغيرة حلوة ممكن نضيفها، مثلا هذا جاكيت ديكرون كمان مثله مثل الالبسة الكبار. بالاضافة كمان مثل ما خبرتك الالبسة الصوف هلا مثل هون نحن ما مو بس الموضوع مقتصر على الألبسة، يعني حتى في اكسسوارات ممكن نحن نضيفها للعبة كمان مثل ما البنوتة بتحب تفاصيل تانية. شنطة مثلا عاملة شنطة ظهر مثلا هون كمان على حسب الطفلة هي شو حابة وشي مثل لبس لعبتها. وهون الألبسة كمان مثل ما قلت لك خيطان، فهيك يكون في تشكيل تنويع بالمشروع. حلوين الثياب شهيتينا نكون من اللعب. ميساء يعني كنا عم نحكي على موضوع انه صناعه حسب كل طفله شو بتحب، اليوم كيف عم تسوقي للمنتجات او الدمى اللي عم تصنعيها وكيف عم تكون الاسعار؟ هلا التسويق هلا كل الناس بتسوق ابداعاتها عن طريق السوشيال ميديا على الانترنت. كان يعني بلشت انا بعملت صفحه ونزلت دميه، كان اول شيء لبنتي، بعدين صار في طلبات، صار في طلبات اكبر، صار في مو بس بالشام، برات البلد عم يطلبوا لبرات البلد حتى يعني. فكتير في اعجاب الحمد لله بالشغل، وفي في تشجيع، في انه كملي استمري، وحتى اذا الله راد انا في ببالي مشاريع مستقبليه كبيره ايه لحتى نحن ينتشر هاي الفن الدمى، يعني نحن كمان عم تكون صناعه يدويه بالبيت لكل سيده تكون قاعده ببيتها عم تشتغل شيء لها، ممكن يكون مورد خاص مع انه هي قاعده بالبيت وما فيها تطلع لعندها اطفال والتزامات، ممكن يكون مورد لها خاص خصوصي بهي الظروف الصعبه يعني. اكيد تمام. كمان خلينا نحكي اليوم يمكن دائما الشغل اليدوي الناس بتقول انه مكلف او غالي او القطعه، ولكن لما بتنقاس بانه هي قديش رح توفر من قصص ثانيه، يعني انا اليوم ممكن الطفل اذا لعبه بتنكسر يستهلك لعبتين او ثلاثه او اربعه بالسنه، بينما لعبه واحده ممكن تقعد معه فتره طويله، فيمكن هيك عم بتقيسوا الامور كمان. اي اكيد اوفر اكيد، وخصوصي هلا اذا كان شغل ايدها فهي حتوفر كثير من تكاليف ممكن يكون. بلشتي تعلمي هيك سيدات هلا في يعني في كتير ناس طلبت مني انه نفتح دورات تعليم، لكن شوي ضيق الوقت يعني هلا مبدئيا، لكن مستقبلا ممكن نعمل دورات. ومثل ما قلتي موضوع التكاليف، هلا نحن بما انه الالبسه عم تكون باحجام صغيره، يعني ممكن يكون عندنا نحن زوايد قماش مثلا البسه ما عاد استعملناها ممكن نستعملها للباس الدمية. وكثير مهم موضوع انه نحن نتعلم هذا الفن، كل يعني كل صبيه مثلا بتحب تتعلم لحتى فعلا تعمل دمى، نحن مو بس فينا نعمل اشكال بنوتات، لا ممكن نعمل دبديب مثلا، ممكن بيبي صغير عامله كمان بيبيات طلبوا مني، ففي كتير تفاصيل بحر يعني بموضوع الأميكرومي ممكن نحن نشتغله. نعم ميساء، أخيرا جبت حبيبي تقولي لكل امرأة سورية اليوم ضمن الظروف الاقتصادية الحالية اللي عندها موهبة ما بدت حابة تتعلم تحمل مصروفات يعني تعمل شيء كمان إنتاجي، لأنه نحن دائما عم نشجع على المشاريع الصغيرة اللي
عم تساعد بانتاج وبتقدم عجله انتاج البلد، مثل الدمى اللي صارت مثل ما قلتي انشهرت حتى برات البلد. تمام. فشو بتحبي توجهي لها؟ انه كل صبيه، كل سيده قاعده ببيتها مثلا بتحب الاعمال اليدويه ما توقف، تدخل اليوتيوب موجود والنت موجود، تدخل وتتعلم لو بده وقت، لو بده شويه صبر، لو حياخذ شوي من وقتها، لكن بالاخير حيكون النتائج كثير حلوه وحيكون مردود زمانتي حلو كمان، لانه في ناس ما عندها وقت تتعلم، في ناس ما بتعرف، لا انت حتلبي لهم طلباتهم، حتلبي طلبات حتى اطفالهم بشيء كثير مميز. ودائما العمل اليدوي مشغول بحب يعني. صحيح. فواضح الحب باللعبه. أكيد. بالختام نشكرك ميساء فزع مصممة الدمى، وأكيد نشكر كل مين دعمك أيضا بأسرتك وشريك حياتك، وبتمنى لك دائما التوفيق. صح. ونشوف دائما السيدات السوريات متألقات بكل المجالات. شكرا لك. شكرا لكم لأستضافتكم. شكرا لك ميساء، موفقة يا رب. تسلمي. آمين. شكرا.